Rakam ke? Ya, tak sedih lagi bah. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazmi bin Muhammad Safa'at. Dan nama saya Muhammad Farouk Mu'az bin Zamri. Hari ini kami telah sampai ke Yayasan Pahang, di mana di sini kami akan menemuramah orang sumber kami. Mesti anda semua tidak tertanya-tanya siapakah orang sumber itu. Jadi marilah ikut kami ke masuk ke bangunan Yayasan Pahang. Jom. Tanggal 20 Januari 1973, kedengaran tangisan seorang bayi lelaki di sebuah bandar bernama Nabil yang terletak di Tunisia. Beliau telah berkahwin dengan seorang wanita kelahiran Pahang pada tahun 2007 dan menetap di Malaysia pada tahun yang sama. Kini, beliau telah menetap di Malaysia selama 10 tahun dan telah dikurniakan seramai 3 orang cahaya mata. Ini adalah kisah tentang insan yang bernama Kamal Al-Agribi. اوكي هذا سؤال يعني فيه ذكريات يعني جميله جدا. لماذا؟ لاني لما زوجتي يعني كلمت اسرتها انها اني انا اريد ان اتزوجها بالحقيقه يعني كيف نقول الأم رفضت لأنها تقول هذا يعني ليس ملاي وأجنبي ويسكن بعيد وعربي ولا نعرفه ويتخاف يعني وهذا من حقها يعني تخاف ما عندها معلومات عني ثم يعني كيف نقول بدأت تسأل وتتشاور مع الناس وأنا فوجئت أن رئيس القرية سمع بالموضوع رئيس القرية وذهبت إلى رئيس القرية ورئيس القرية عمل اجتماع مشاورات مع ما اسمه هذا؟ عضو هذا مع السكان القرية جيكيكي القرية ويعني كل أوتوسان سمعت وتي في تيغا سمعت والعالم سمعوا كلهم CNN لماذا؟ بعدين كيف نقول قالوا لها اوكي لا بأس ما في مشكله ما في والدها كان والد زوجتي كان أيوه لكن في البدايه ام زوجتي يعني لم توافق وهي خائفه وكيف نقول يعني ثم بعد الزواج الحمد لله يعني لما تكلمنا وجلسنا وعرفت كذا وكذا يعني الحمد لله ما في مشكله يعني نعيش مع بعضنا ما في مشكله حقيقة المشاكل التي واجهتها في ماليزيا مشكلة واحدة فقط هي السيدة أكمة كيف هي دائما تسألوني أستاذ أبا خبر وأنا دائما خبر بيك أوكي أنا أمزح فالحقيقة يعني وجدت مشاكل قليلة أكثرها الجو حار ولكن لا بأس البحر كثير في ماليزيا موجود ما في مشكلة يعني ثم مشكلة الطعام ثم أيضا
مشكلة العادات والتقاليد، العادات والتقاليد الملايوية، يعني في بعضها يختلف عن العادات والتقاليد العربية. لكن إجمالا يعني الحمد لله ليس هناك مشكلة، لأنه الدين دائما يربطنا مع بعضنا، والدين تقريبا يجعلنا متقاربين رغم اختلاف اللغة واختلاف الجنس. الدين يعني يجعلنا يعني تقريبا ليس هناك حواجز كثيرة. في الحقيقة ما تأقلمت مع الثقافة والعادات الملايوية من خلال زوجتي أولاً، زوجتي تساعدني، وأيضاً أسرة زوجتي والجيران، وأيضاً أصدقائي في العمل وبعض العرب الذين يعيشون هنا في ماليزيا، يعني يعطونني بعض النصائح وبعض الأفكار عن الثقافة الملايوية. فهذه كل الأفكار هذه قد ساعدتني أنني أفهم جيدا الثقافة الملايوية، وهذا الذي ساعدني أيضا لكي لا أجد صعوبة كبيرة في التأقلم مع الحياة الملايوية، يعني فهذا فقط تقريبا يعني هذا فقط. دقيقة واحدة، بعد دقيقة أنا تأقلمت مباشرة، يعني ما وجدت مشكلة كبيرة. في الحقيقة سؤال جيد جدا هذا. أنا الحمد لله يعني لم فهمت أنه فهمت بسرعة الجو الملايو، فهمت بسرعة الثقافة الملايوية، فهمت بسرعة العادات الملايوية، والحمد لله يعني استطعت أن أتأقلم بسرعة كبيرة. بالنسبة للباس التقليدي أنا ألبس يعني في البيت خاصة عند الصلاة، هذا سنبيه أنا ألبس يعني. لكن بالنسبة للباس اللباس يعني اللباس الآخر في المناسبات، يعني في الحقيقة ما اللباس هو جميل، حقيقة هو جميل يعجبني، ولكن أنا رأيت في نظري أنا رأيت الإنسان عندما يكون يعني سمين هكذا، أنا رأيت مش رأيت كأنه لا يناسبه، وأنا إنسان يعني نحيف جدا، فأظن عندما ألبس اللباس التقليدي هذا الماليزي يعني سوف يكون مشكلة كبيرة. لكن هو من حيث الجمال جميل جميل جميل، يعني من حيث الجمال أولادي يلبس ما في مشكلة. Okay, tadi kita telah pun dapat mengetahui tentang kehidupan awal beliau di Malaysia. Jadi sekarang kita akan mengupas tentang makanan. Saksikan. Okey, sekarang kita di segmen makanan. Keempat-empat makanan ini adalah makanan di Tunisia. Yang pertama adalah brik. Brik merupakan hidangan tradisional Tunisia. Ianya dibuat daripada kulit pastri yang diisi dengan pelbagai isi seperti telur, daging, tuna, keju dan lain-lain. Brik ini boleh dikatakan sama seperti kuih karipap di Malaysia. Yang seterusnya pula adalah mashfouf. Mashfouf adalah makanan yang selalu tersedia di setiap rumah penduduk Tunisia. Mashfouf ini merupakan hidangan manis yang terbuat daripada kuskus, iaitu tepung pasta yang dikukus lalu dicampurkan dengan kismis kering, kurma dan kacang-kacang. Yang ketiga adalah Salatah Mashwiyah. Salatah Mashwiyah atau nama lainnya ialah salad bakar. Hidangan ini boleh ditemui di setiap restoran di Tunisia. Ianya terdiri daripada pelbagai sayuran yang telah dibakar dan dikisar, kemudiannya ditambah dengan tuna, minyak zaitun dan rempah ratus.
Yang terakhir ialah Lablabi. Ini adalah salah satu makanan favorite di Tunisia. Lablabi ialah sejenis sup pekat yang terdiri daripada kacang kuda, bawang putih dan jintan. Biasanya, lablabi akan disajikan dengan telur rebus, paru masak dan roti. Penduduk Tunisia biasanya menghidangkan lablabi ini ketika berbuka puasa ataupun sahur. الحقيقة زوجتي قد تعلمت طبخ بعض الأطعمة التونسية يعني ليس كثير لكن بعض الأطعمة التونسية وهي في بعض المرات أو في من وقت إلى آخر هي تطبخ بعض الأطعمة يعني التونسية لكن ليس كثير يعني لكن كما قلت قديما يعني أنا الآن تأقلمت بالثقافة والطعام الماليزي ف عندما اكل الطعام الماليزي هنا لا اجد مشكله كبيره يعني لكن دائما الانسان يبقى يفضل او يحن الى طعامه فالحمد لله يعني زوجتي من حين الى اخر تطبخ الطعام العربي المندي الكبسه الشوربه السلطات يعني انا جائع الان اتركني انا جائع الطعام الماليزي المفضل عندي الطعام المجاني لو طعام مجاني كل الطعام المجاني هذا مفضل عندي لو أنا أدفع النقود هذا ليس طيب في الحقيقة وجدت صعوبة كبيرة في لأن الطعام العربي يختلف كثيرا أو طعام تونس يختلف كثيرا عن طعام ماليزيا يعني أعطيكم مثال يعني يختلف تماما في البداية وجدت صعوبة ولكن الحمد لله أيضا يعني وجدت أن الطعام الماليزي الملاي والماليزي أو المطبخ الماليزي يعني أيضا لذيذ وفي أطعمة كثيرة لذيذة وأنتم كما تعرفون يعني أحب تقريبا كل الأطعمة الماليزية وليست عندي مشكلة في الطعام يعني بل أكثر من ذلك هنالك بعض الأطعمة الملاي لا يأكلها أنا أكلها يعني وخاصة صديقي العزيز بودو وتومبويا. أوكي. بالنسبة أنا كما قلت لكم الطعام المجاني هو دائما لذيذ جدا جدا وأنتم أيضا أنا أعرف أنتم أيضا تحبون الطعام المجاني. يعني في الحقيقة يعني الطعام الماليزي فيه اللذيذ والطعام التونسي فيه لذيذ ويعني بالنسبة لي تقريبا سواء يعني ما في مشكلة حتى الطعام الماليزي لذيذ أيضا وأنا تقريبا أكل في المطاعم الماليزية ما عندي مشكلة وزوجتي أيضا تطبخ يعني الطعام الماليزية ما عندي مشكلة يعني لو كان ليس لذيذا أنا ربما يعني كيف نقول ربما أنا لا أكل أبقى أكل الطعام التونسي ولكن لأنه لذيذ أنا أكل الطعام يعني الماليزي. Tadi kita telah menyaksikan tentang makanan. Jadi sekarang ni seperti yang kita tahu pada awal tadi, Ustaz Kamal beliau mempunyai seramai 3 orang cahaya mata sebagai anak yang berdarah campuran. Sudah pasti mereka menghadapi masalah yang tidak dapat kita rasai. Jadi untuk mengetahui masalah-masalah yang mereka hadapi, teruskan menonton. بالنسبة لأولادي يعني هو في القانون أنا في الحقيقة أريد يكون عندهم 2 تونسية وماليزية ولكن في القانون الماليزي لا يمكن لابد يعني جنسية واحدة فهم الآن حاليا عندهم الجنسية الماليزية وأيضا لكنهم أيضا مسجلون يعني
مسجلون في تونس يعني أنهم تونسيون. لكن بالنسبة الآن مثلا هم عندهم جواز سفر ماليزي، لكن لو أنا أريد مثلا أستخرج الوثائق هذا شهادة الميلاد جواز السفر تونسية ممكن أيضا. لماذا أنا فعلت هكذا؟ لأنه الأم يعني ماليزية والأب تونسي، فهذا حقهم يعني عندهم يكون وثائق ماليزية وثائق تونسية. ربما في يوم ما يريد أن يرجع إلى تونس يرى أسرته عائلتي يعني، ربما يريد تعلم اللغة العربية في تونس، فلا يجد نفسه غريبا يعني، يكون يعني كيف نقول يعني إقامته هناك تكون كأنه مواطن تونسي. ولو يريد يعيش في ماليزيا يعني يعيش في ماليزيا كما يريد، عنده حلين يعني يختار هذا أو هذا. يعني ذلك. حقيقة أصدقاؤهم عندهم صعوبة مع أولادي، لأن أولادي نكار كثير، عندهم الروح العربية، وأنا في كل مكان أذهب أستحي، لأنهم عندهم نشاط ما شاء الله، هذا يطير هنا وهذا يطير هنا وهذا يطير هنا، فنستحي. لو على مستوى اللغة ما في مشكلة، لأنه مثلنا اللغة الملاوية ما في، ما وجدوا صعوبة. حتى العرب يعني الذي أمه عربية هنا، العرب الأولاد العرب الذين يسكنون في ماليزيا، الوالد عربي والأم عربية أيضا، أنا حسب ما أعرف ليس هنالك مشكلة كبيرة، لأن الأولاد يتأقلم بسرعة، ليس هنالك مشكلة. بالنسبة للأولاد أيضا ما في مشكلة يعني، ما في مشكلة، لأنه يعني مولدوا في ماليزيا ويعيشون في ماليزيا. بالنسبة للغة في الحقيقة يعني كيف نقول، اللغة الملايوية هي الأكثر، واللغة الإنجليزية، ثم اللغة العربية، اللهجة التونسية، اللهجة التونسية يعني. في الحقيقة يعني أنا لا أبقى كثيرا مع أولادي بحكم الشغل وكذا، فأجد صعوبة أنك يعني صعوبة في أنك تتكلم معهم بالعربي. لماذا؟ لأنه كل الوقت هم في بيئة ملايوية، لكن الحمد لله أنا استطعت قليلا يعني يفهم اللهجة التونسية، اللهجة أكلمه مثلا في اللهجة التونسية يفهم. تبقى فقط الممارسة، ولأنه لا يمارس يفهمني، لكن الممارسة يعني لا يستطيع يعني يفهم. أقول له هذه الكلمة مثلا بالتونسية يفهمها، هذا الفعل يفهمه، لكن لو تقول له تكلم لا يستطيع تكلم. ثم الشيء الآخر الحمد لله بالنسبة للأبناء في المدرسة يعني يدرسون في المدرسة الدينية، يعني هم الحمد لله متفوقون في اللغة العربية الفصحى، اللغة العربية الفصحى. بالنسبة للزيارة، نعم أنا أخذت عائلتي وزرنا تونس في 2015، وبقينا هناك شهرا كاملا حتى يعني يعرفوا الأسرة ويعرفوا الجيران ويعرفوا الأصدقاء ويعرفوا البلاد ويعرفوا البيئة هناك يعني، لأن هي أيضا بلادهم، تونس مثل ماليزيا بلادهم. الحمد لله kami telah selesai interview Ustaz Kamal, iaitu orang sumber kami. Banyak yang kita dah dapat tahu, tapi sebenarnya banyak lagi yang kami tidak dapat mengupas sebab kesuntukan masa. Jadi insyaAllah di masa hadapan, kalau ada kelapangan, kami akan cuba mengupas lagi. Pada yang tidur tu dah boleh bangun lah sebab video kami dah nak habis. Tapi sebelum video kami habis, kami tinggalkan anda dengan harapan Ustaz Kamal kepada rakyat Malaysia secara amnya, dan kepada rakyat Melayu, bangsa Melayu secara khususnya. Saksikanlah. Bye. بالنسبة يعني أنا يعني رجائي يعني حقيقة يعني
كانت حياتي هنا مرتبطة بالملايين أكثر، لكن بالنسبة لرجائي لكل ماليزيين ولماليزيا هو أن الله سبحانه وتعالى يعني يحفظها من كل سوء ومن كل فتنة ومن كل شيء سيء، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ماليزيا والماليزيين يعيشون في حياة يعني سعيدة وحياة سهلة وحياة يعني ناجعة يعني وحياة فيها يعني كيف نقول فيها حب لماليزيا وحب لتطور ونمو ماليزيا حتى تصبح يعني بلاد أكثر تطور وأكثر تقدم من الماضي يعني هكذا يعني بالنسبة. ونصيحتي أيضا بالنسبة للفصل الثاني خاصة يعني كيف نقول الفصل الثاني خاصة هو السيدة أكمة طباخة جيدة، هي تطبخ جيدة للطعام، تستطيعون يوم السبت أو يوم الجمعة تزورونها في بيتها وتأكلون عندها مجانا، وهذه دعوة مني إلى بيتها، ما رأيكم أكمة؟ شكرا، السلام عليكم.